قصة اليوم أغرب من الخيال. هذه ماشي بزاف. تفرجت في واحد البرنامج اللي غادي يصادفوا فيه واحد الساحر اللي تحدى زعيم الجن المسمى بالساسهوبي، وصراحة القصة كانت في قمة الغرابة. ضروري تسمعوا حلقة اليوم، أنا في انتظار مروركم. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. قصه اليوم مخيفه واحد شويه بالنسبه للناس اللي كيخافوا انهم يسمعوا قصص الجن والسحر والشعوذه، ولكن هذه هي الحقيقه اللي خديتها لكم من حوار تاع واحد الساحر سوداني اللي سميتو حامد ادم شخصيا، وهو كيحكي تفاصيل مرعبه لمده ساعتين ونص. ولكن قبل ما ندخل معكم في قصه حلقتنا اليوم، اجي نشارككم واحد المعلومه. فترة من الأزمنة بحال الفترة اللي كانت ما بين سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللي كانت أكثر من 700 سنة واللي ما كانش فيها لا نبي ولا رسول، هذيك الوقت غادي تندثر فيها الديانات وقل اتباعها الصادقين وقل أيضا حتى العلم. ولذلك فلا بد من أنه الناس يخترعوا شي حاجة، وهنا فين بانوا هذوك الدجاجلة باش أنهم يقودوا البشرية للهاوية. زعما دوك الدجاجلة كيزعموا بلي أنهم يعلموا بالغيبيات وبلي أنهم عندهم القدرة على تغيير مسيرة الإنسان وإصلاح بعض الأمور اللي هي قدرية التي قدرها مولانا. مهم باختصار مفيد، ودابا غادي نقول لكم لنبدأ في حلقتنا اليوم. لنبدأ قصة اليوم على الشيخ حامد آدم اللي دخل لهذا العالم المخيف لمدة 17 سنة، واللي عاش مع الجن، واللي كان في الخدمة دياله المستمرة بالليل والنهار 286 جني برئاسة الرئيس ديالهم اللي سميته الساسهوبي. فاش أنه هو بدوره يخدم البشر، والخدمة هنا المعنى ديالها يأذي الناس. فحامد آدم غادي يعترف ويبوح بأمور كثار كتجربة ليه في هذا العالم، وبلي أنه تعامل مع كاع أنواع الجن، الكبير ديالهم والصغير ديالهم، زعما الملوك فيهم والخدم وحتى الحشم. غادي يسولو مقدم البرنامج كيفاش بديتي في السحر، غادي يقول ليه بلي انه عمر السحر ما كان الهدف ديالو، غادي يتعلم السحر فعلا، ولكن هو ما عارفش بلي انه السحر، حتى وقعت ليه واحد الحادثه اللي غادي تخليه انه يخلي هاد المهنه نهائيا. القصه وما فيها بلي انه آدم حامد كان الهدف ديالو أنه يخرج من ديك القرية اللي كيسكن فيها باش أنه يتعلم القرآن ويولي ولي من أولياء الله الصالحين. وبالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش في الولاية، فهي واحد المقام اللي عالي وما كيدركوش إلا بعض الأشخاص الخواص عند مولانا. وشي نهار إن شاء الله غادي ندير لكم شي فيديو لنفهمكم فيه هذا الأمر. المهم في ديك الوقت كان حامد آدم صغير وما كانش يعرف الفرق ما بين الولي والساحر، ما بين الخير والشر، ما بين الحق والباطل. أنا ذاك غادي تكون في عمره 9 سنوات اللي فيها غادي يقرر باش أنه يخرج من القرية اللي تعيش فيها ويمشي يتعلم القرآن، ومازال ما عندوش القدرة باش أنه يميز ما بين الخير والمزيان. غادي يمشي يدور بزاف ديال البلايص في السودان وحتى الخارج ديالها، وغادي يتلاقى مع بزاف ديال المشايخ، منهم شي وحدين اللي ادعوا بلي انهم شيوخ وبلي غادي يعاونوه وباش انه يعاونوه باش يوصل للهدف ديالو ويولي قابل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ويتواصل معاه ويتكلم حتى مع مولانا الى ما اخره. وهذا اللي كيتسمى باش انه يدخل في حضره نبويه ومن ثم الحضره الهيه. المهم لعبوا ليه مزيان على دماغه وشوقوه لداكشي اللي تيقولوا. المهم غادي يخليوه باش انه يبدا يقرا قران، وكيدخلوا ليه فيه بعض الاسماء وكلمات واحد اخرين اللي هما غريبين. وفاش كان تيسولهم شنو هاد الكلمات والاسماء اللي دخلتوها في الايات، كانوا تيقولوا ليه بلي انه هاد الاسماء نتاع صغار الملائكه اللي مسخرين لخدمه اولياء الله الصالحين. تيقول حامد ادم بلي انه واحد النهار في البدايات ديالو كان امر واحد الشيخ من هادوك باش انه يجلس في واحد الخيمه لمده 41 يوم وبوحدو بعيد على الناس، معزول وما يدوي مع حتى شي حد. والابشع من هذا انه يكون مجرد من الملابس ديالو، وفي هذه المده كلها يشرب الشاي وثمره، وضروري انه يصلي الا صلاه العصر ما تصلاش، ويختار اي ذكر او لا اي ايه من القران اللي غادي يعاودها طول هذه المده باش بها يدخل في هذه الخلوه، ولكن يقولها بالمقلوب لمده 41 يوم باش يدخل في الجو ديال تحضير الجن وحضروه باش انه اياك ان تخرج من هذا المكان. هذا الدجاجله وهموه بلي انه هذا الشيء اللي تيدير هو الطريق الصحيح باش يولي ولي، وبلي انه هذا الشيء اللي تيقولوا ليه راه من الدين. ادم في واحد اللحظه غادي يشك في هذا الامر، وغادي يسول الشيخ علاش خاصني نكون مجرد من الحوايج ديالي،
وشنو هي الحكمة من هذا الأمر، وكيفاش نصلي بحال هكا وأنا خاصني نكون زعما محترم الله؟ غادي يأكلوا ليه دماغه وغادي يوهموه بلي أنه راه هذا الأمر طبيعي، وبلي أنه في الطواف الرجال تيكونوا عريانين من غير داك الثوب اللي كيكونوا كيلوحوا عليهم، حيتاش طبيعي كيكونوا ضايرين بالناس. ولكن إذا كنتي بوحدك فيجوز أنك تكون عريان، وزيدون مولانا راه تيشوفك في جميع الحالات ديولك، فعلاش غادي تستحي منه؟ وأكيد هذا الكلام كله غلط وسوء أدب مع مولانا. المهم هاد الشيخ بدا تيقنع حامد آدم وحتى طبق جميع الخطوات، وفي آخر النهار من هاد 41 يوم حامد آدم غادي يشوف الشيطان كيقول بلي أنه داك النهار غادي يظهر ليه داك الملك اللي سميته سهزهوبي. في هذيك الليلة غادي يهضر معاه ويقول ليه بلي أنه هو خدام، وهنا فين غادي تكون البداية ديال حامد آدم في عالم السحر. هذاك الشيخ غادي يقنعه بلي انه مولانا خلق السهزهوبي باش يخدمه هو، وبلي انه هو من صغار الملائكه وتخلق باش يخدم اولياء الله الصالحين. غادي يقول ليه غادي نبشرك ببشاره من مولانا، غايقول ليه راه مولانا اغفر لك كل ما تقدم من ذنبك وكل ما تاخر، وبلي انت وليتي ولي من اولياء الله لقوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبلي كاع التكاليف الشرعيه ترفعت عليك حيت انتقلتي من مرحلة العبودية الى مرحلة الحرية. وهذا الامر اكيد غلط، فالاولياء ما كيترفعش عليهم الامور اللي هما شرعية. المهم مرة من المرات الشيخ غادي يقول لادم بلي انه هز عينيك وشوف السماء. فعلا ادم غادي يشوف الفوق ويقول ليه داك الشيخ واش كيبانوا لك الحروف الابجديه على مد البصر ديالك؟ غادي يجاوبو ادم وغادي يقول ليه كنشوفهم. غادي يقول ليه الشيخ يا ادم واش عمرك شفتي بحال هذا الشيء؟ قال ليه لا. غادي يسولو داك الشيخ وغادي يقول ليه واش عارف شنو هذا الشيء؟ قال ليه هذا هو اللوح المحفوظ. ويسولو واش تقدر تقرا شنو مكتوب في السماء؟ غادي يقول ليه حامد ادم لا. غايقول ليه ماشي مشكل، من بعد مده غادي تقراها، ومن بعد ما تطبق كاع الشروط اللي غادي نقول لك غادي تولي تقدر تقرا داكشي اللي مكتوب في السماء. ونزيدك انت لو كان ما كنتيش من اولياء الله ما كنتيش توصل لهاد الدرجه. وطبعا هادشي كله كنأكد عليه وكنقول بلي غير كذوب ودجل، حيتاش الولايه ماشي هي هذه ابدا. المهم غادي يطلبوا منه باش انه يذبح ولكن لغير الله، وهذا هو باب الشرك بدون نقاش. زائد على هذا في الذبيحه يحط واحد المعدن في الفم ديالو ويعض عليه باش ما يحاولش انه يذكر الله، ومن الشروط أنه يأخذ القرآن ويدفنه في دورة المياه أعزكم الله والعياذ بالله. أيضا من الشروط أنه تكون المعاملة ديالو مع الأسرة والأقارب تكون بطريقة اللي هي غير شرعية، وما يصومش رمضان وما يصليش العصر ويصلي بدون ما يتوضى وينفذ الطلبات ديالهم. من بعد غادي يعلموه واحد الدعاء باش انه يقولوا ويدير شي حركه بيديه، ومن بعد هادشي غادي يطلع ليه شي روحاني او لجن ويقول ليه شنو بغيتي نديروا ليك. وكان كل مره كيطلب منه شروط، بحال مثلا خذ الدم ديال الذبيحه ويحدد ليه بعض الايات من القران الكريم ويكتب بها. ولكن ادم ما طبقش هاد الشروط كلها من غير حاجه واحده، انه يفطر في رمضان، وفعلا غادي يفطر 3 ايام. فالنظام عندهم في هذا العالم نتاع الدجل انه يوافق على كاع الشروط، ولكن فاش يجي يطبق عادي انه يطبق غير شرط واحد، غير باش يبين لهم بلي انه هو راه موافق. وهنا حامد ادم غادي يوصل لمكان اللي هو كبير عندهم اللي كيسميوه القطب. فنورمالمون عندنا 4 ديال الاقطاب، الشمالي والجنوبي والشرقي والغربي، فهو ولا واحد من هاد الاقطاب. حميد ادم غادي يدوز معاهم 14 سنه، وكان الهدف انه يكون واحد من الاقطاب الاربعه. وهاد الشيء كله ما كانش على علم بلي انه هادشي اللي تيدير راه غلط، حيتاش كانوا تيلعبوا ليه مزيان على دماغه ومن الصغار، يعني كبروه بافكار مغالطه. تيقول حميد ادم واحد النهار كان جالس مع زعيم الجن اللي كان تيخدمه واللي هو السهزهوبي، واللي هو زعيم ديال 286 جن اللي كانوا هما تيخدموا ادم. وهو يقول حميد ادم للزعيم ديالهم بغيت نشوف ابليس. غادي يجاوبوا الاخر وغادي يقول ليه واش كيسحب ليك بلي انه هذا الامر سهل؟ راه صعيب بزاف، وانا ما شفتوش غير فاش كنت صغير، فاش كانت عندي 225 سنه، وهذيك المرحله اللي كنت فيها كانت ديال الفطام. هنا فين غادي يقول لي حامد ادم شفتي فاش كنتي صغير ياك وكان في عمرك 225 سنه؟ قال ليه ايه. قال ليه ودابا انت شحال في عمرك؟ قال ليه انا حاليا راني فايت 7000 سنه. وهنا كانت الصدمه على حامد ادم، يعني كانت الاعمار ديالهم بالالاف. وهنا فين غادي يتجبد الموضوع ديال الزئبق الاحمر وكيفاش ترجعهم للشباب ديالهم، وصعيب الجن انهم يلقاوه، وحتى اذا جاب الله لقاوه وجابوه هما بنفسهم وشربوه ما غادي يستافدوا منه والو، حيتاش الانسان هو اللي خاصو يتسخر ويجيبو
ويعطيه للجني بيديه ويشربه، وديك الساعة كيأثر فيه وكيرجعوا للشباب ديالو. ونزيدكم، هذا الزئبق الأحمر فنادرا فين تيكون موجود، وتيقولوا بأنه كاين مدفون في مقابر ديال الفراعنة، وباللي الثمن ديالو كيتباع بملايير الدولارات والله أعلم. من بعد حامد آدم غادي يسول على البلاصة فين كاين إبليس، وهو يشير ليه لجهة البحر وقال ليه هذيك هي المملكة ديالو. في ديك الوقت حامد آدم ما كانش عارف بلي أنه كاين واحد الحديث نبوي اللي تيقول بلي أنه العرش نتاع إبليس راكين على الماء. أكثر من هذا، كل صباح إبليس كيحط العرش ديالو على الماء في البحر وتيجلس عليه، وكيصفت المردة ديالو وكيقول لهم سيروا في الأرض فتنوا لي بني آدم، واحد مرا واحد بحال الأمواج كيهيجوا. وفي آخر نهار كيرجعوا عند إبليس وكيبدأ يحاسبهم واحد بواحد، ها اللي تيقول أنا خليت هاد الشخص يتفتن، أنا اللي تيقول خليت هاد الشخص أنه يقتل، وكاين اللي تيقول خليت هاد الشخص أنه يفسد، وها اللي خليته يسرق إلى ما آخره. هادو كاملهم تيقول لهم إبليس أنتم ما بدرتوا والو في المعاصي اللي صفتكم أنكم تفتنوا بها بني آدم. حتى كيجي واحد فيهم وكيقول ليه أنا فرقت ما بين الرجل والزوجة ديالو. فهاد اللحظة إبليس كيفرح وكيحيد التاج ديالو من فوق راسه وكيحطه على الراس نتاع هذاك الجني اللي تسخر لي في هذه المهمة. فالتفاصيل أكثر في هذه القصة كنت كلمت لكم عليها في قصة سيدنا سليمان عليه السلام. ربما أنكم كتسألوا شنو اللي خلى حامد آدم أنه يتوب من بعد هذا الضلال وهذا الشرك. كيقول بلي أنه واحد مرة كان جاه واحد الرجل وقال ليه بلي أنه كيبغي شي بنت وبغي يتزوج بها، وهاد البنت غادي تزوج هي بدورها في دوك الأيام اللي هي جاية. هذا الرجل تيقول حامد آدم يا إما ناخذ هاد البنت ونتزوجها او لا غادي نموت. هنا حميد ادم غادي يطمئن وغادي يقول ليه بلي صاف انت غير عطيني السميه ديال البنت وديال امها وتحت تصويرتها هي امها، واعتبر بلي انه هاد البنت راه جات حتى لعندك. حميد ادم غادي يدير الخلطه السحريه ولاخت ليه غادي يشوف واحد المشهد اللي غادي يفيقه وغادي يخليه يتوب. غادي يشوف ديك البنت وهي مجرده من الحوايج ديالها هي والام ديالها، وكيجريو من مورا هذاك الشاب اللي طلب باش انه يتخدم لهم السحر. الصدمة هنا هي أنه الأب ديال ديك البنت غادي يجي لعند حامد آدم حيتاش صاحبه، وغادي يطلب منه باش أنه يلقى ليه الحل، وما كانش عارف بلي أنه راه حامد آدم هو نيت السبب في هذا الدجل. فهاد اللحظة حامد آدم بحيلة فاق من شي حلم، وهو يفك هذا السحر اللي داره وقرر باش أنه يخلي هاد العالم ديال الشعوذة والسحر والجن. ولكن هم بدورهم يعني الجن والمردة إلى ما آخره ما غاديش يقبلوا، وقالوا ليه إذا فكرتي أنك تخلينا غادي نأذوك وعمرك ما غادي تكون هاني في حياتك. ولكن كيف تنقول لكم دائما إذا كان الله معك فمن عليك. حامد آدم غادي يدير داكشي اللي قال ليه راسه، وغادي يخلي السحر ومولانا غادي يحفظه، ولكن حتى هو بدوره غادي يحافظ على أذكاره ديال الصباح والمساء، وغادي يحافظ على أي حاجة اللي غادي تخليه قريب من مولانا وتحفظه من الشياطين. وهذه كانت قصة حلقتنا اليوم. وأخيرا غادي نقول لكم نصيحة من عندي، باش تحافظوا على نفسكم من شر الخلق والمخلوقات ما تنسوش أذكاركم طهارتكم وصلاتكم، واعلموا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهاد الناس اللي كيلجؤوا لقوة خفية باش أنهم يحققوا بعض الأغراض في نفسهم فما هذا إلا ضعف للإيمان ديالهم. وأي واحد فهم الدين أو لا فهم التوحيد بالفهم الصحيح فعمره ما غادي يلجأ أو اللي يطرق هذا الباب اللي هو باب الشرك، عمره ما غادي يلجأ للدجاجلة اللي كيلعبوا على ضعف الإيمان في قلوب الناس وكيستغلوا الجهل ديالهم بالقدرة الإلهية. فاعلموا أن الله على كل شيء قدير. نتلاقوا في حلقة مقبلة، وكدائما وأبدا ما تنسونيش من الدعم ديالكم وأنكم ديروا إعجاب لهذا الفيديو وتخليوا لي تعليق ولو فيهم غير نقطة، لأن هذا الأمر تحمسني وتخليني باش أنني نزيد نخدم ونجتهد أكثر. شكرا على استماعكم، شكرا على وجودكم، على طيبوبتكم وعلى حبكم. سلام سلام.